السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أسامة من مجموعة الوتن الدولية. اليوم حنستكمل دروسنا في دروس الإن ديزاين، ونبلش نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نعرف شلون نسوي ديزاين يكون عرضي، يكون الديزاين عرضي ويكون شكله حلو. هلا حنعرف مع بعض كيف حنسوي هالشي. أول شيء نروح على النيو فايل، مثل ما تعلمنا دائما نروح على النيو فايل، عندك بس ها تطلع معنا البانل اللي متعودين عليها دائما. هنختار بدي بروح على البينت اللي هو الطباعة، بدي اياها لو بدي اياها A4، أو شي نختار السنتيمتر، بدي اياها A4 ودي اياها تكون عرضية مو طولية، وراح نخليها بالعربي. بدي اياها صفحة واحدة بس، وما راح يهم إذا فيسينج بيج ولا لا، لأنه هي أساسا صفحة واحدة فقط. بس خلينا نتأكد من العرض هو صحيح. خلي صفحتين أو 3 صفحات، 3 صفحات تمام. بس لازم أنا بدي أتأكد الكريت، حتأكد بس من العرض هل هو تمام. أيوة تمام، هذا هو بدي إياه هيك بالضبط، هذا العرض بدي اياه. فراح يكون عندنا نفس كيف في عندنا كتب عرضية، الكتب تكون شكلها هيك، شكلها عرضي. لو بتتذكروا لو بتعرفوا هيك كتاب شكله عرضي فراح تتذكروا معنا. فراح نسوي كتاب حيكون شكله عرضي، حيكون شكله الديزاين تبعه جميل. انا حكيت امبارح حسوي ديزاينين، اعتقد يا ديزاينين حنشوف، لا خلص الديزاين نشوف الديزاين اللي بعده ما في مشكلة. انا امبارح حكيت لكم انه تقريبا احنا لمينا في كل البرنامج، فقط هلا راح نشوف الديزاينز الجميله عشان نعطيكم مثلا فكره عنها، او نبذه عن الـ عن الـ عن الـ عشان اعطيكم افكار عن الديزاينز، عشان انا اعطيكم افكار وانتم تروحوا مثلا تستكشفوا اكثر. فانا راح اعطيكم فقط الافكار تمام. اول شيء راح نبلش بالديزاين نفسه. حروح نجيب صوره مثلا، مو صوره لا، اول شيء حنبلش بالكلام. هنكتب هون مثلا عنوان الفيديو، او عنوان الكتاب. راح يكون عنوان عن شيء دولة، مثلا نتكلم عن دولة مثلا باريس، مثلا خلينا نتكلم عن فرنسا مثلا. نضغط هيك ونشد بهالشكل ونروح لفوق. اللي بدي الكلام يكون شكله يكون من اليسار لليمين، مو من اليمين لليسار، فمن فوق. بدي يكون هيك من فوق، ايضا بالضبط من هون تمام. حنكتب فرنس او فرنسا بالعربي، خلاص بدي فرنس مثلا، خلي اوكي، لا مو مذا بس فرنس. فرنس تحتها باريس، بس احط انتر هيك، نجي هيك نكتب يعني تقريبا، يعني هيك تقريبا نكتب باريس بهذا الشكل تقريبا. او ممكن نحن نحط كلمة كلمة على كيفنا نرتبها، حيكون الموضوع اسهل انه كيف. اوكي حنحط كلمة كلمة تمام. راح نكتفي هلا بكلمة باريس، وراح نصغرها هيك انه كتير كتير كبيرة بهالشكل هيك. وراح نكبرها كمان، وراح نصغر الباقي هيك بهالشكل. لا شوي فين نكبرها شوي. وين الخطأ؟ ما في، طب نمسح هاي، اوكي تمام. ليش الماوس ما اشتغلت؟ اوكي تمام، خليها هيك بشكل. هلا نغير الخطوة، نخليه مثل ما هو، خلي الخط تقريبا مثل ما هو، خط هيك ممتاز. ناخذ Alt وننزل لتحت عشان ناخذ ايش كلمة ثانية.
هلا هي حنخليها باريس بهالشكل هيك. أنا ليش ما كتبتهم تحت بعض؟ عشان يكون في عنا يعني اتساع بالكلام، يعني أقدر أنا ألعب بكلمتين، ممكن أنا بدي أخلي كلمة تكون لون غير هالكلمة، فعشان هيك أنا غيرت الكلام أو غيرت ال خليت كل كلمة بسطر أو ببوكس معين. تمام، هلا راح نغير أول شيء لازم نسوي ألوان نعتمد ألوان للديزاين هذا. هلا تقريبا باريس بشو مشهور، بأي لون؟ تقريبا مشهور باللون الأحمر والأزرق. لو نشوف مثلا النادي الفرنسي بيكون تقريبا يمكن لونه أزرق أو أزرق وأحمر تقريبا، هيك بتذكر، مو في 100%. ف خلاص نعتمد اللون الأزرق فقط. تمام، فبعد ما احنا كتبنا هون باريس وكتبنا اسم الدولة مثلا، ممكن نحن نعطيها شوية بلود للكلام. نجي عند ال probabilities، عند ال أيوة شوف إذا حطينا له بلود كيف حيصير. أوكي خلي بلود بهالشكل، برأيي إنه يكون بلود بهالشكل هيك. تمام، هلا حنيجي نكتب تحت معلومات عن فرنسا مثلا. خلينا نروح على جوجل سريع. لا بالإنجليزي نحن. نشوف بالإنجليزي هيك ترجمة. اوكي ويكيبيديا ما هي؟ اوكي ناخذ الموضوع ونروح على الان ديزاين. تمام، هلا حنختار بوكس تاني. اول شيء نصغر هالبوكس، راح نروح عند التايب تول ونختار بوكس تاني هيك تقريبا بهالشكل هيك. بس يمكن انا اخترت كلام زيادة فما بدي كهد كلام، احنا شايفين هيك احنا اخترت، بس هي اصيك بكافي تقريبا. بس عندنا مثلا شايفين عندنا هون شوية خلينا نمسح الأشياء اللي هي الأسطر والأسهم اللي هيك هون كمان. بهالشكل احنا شايفين عندنا كلام بالعربي، تعلمنا اذا كان في عندنا كلام عربي شو نساوي. نقول كنترول اي، نجي عند اربك اللي بدي اياه انجليزي، تغير معنا بهالسهوله بهالشكل. تمام، هلا ممكن نحن هلا خلينا له هيك، ممكن احنا هلا هون نضيف مثلا صوره معينه هون بهالشكل هيك. هون نضيف مثلا صوره هيك، هون صوره، وهون كمان نضيف كلام. خلينا مثلا نجي لهون له هيك تقريبا هيك هون، هون حكون في هي، حكون في ايش كلام. هروح نختار تقريبا هيك صورة عن باريس او صورة بريدج ايفل، اختار هاي الصورة مثلا. نروح على انديزاين اللي كنترول دي. نجي وين هون. تمام، الصورة كتير صغيرة. اوكي طبعا الدقة تبعها رايحة بالمرة، خلينا نشوف واحدة تانية تكون دقتها أعلى بشوي. خلينا نكتب مثلا برج ايفل ونختار مثلا هي الصورة.
اوكي فبرجع لهون ولو بدي اياها هي، بروح عند البوكس مرة ثانية. كنترول دي بختار هي الصورة. اوكي هي تمام تقريبا في الشكل، هي احسن من اللي قبلها بشوي. هنا احنا نجي لهون، اللي بدي اياها تكون فيها كيرف الزوايا بهالشكل، احسن ما تكون زوايا حادة تكون شكلها اجمل. تمام هل ممكن احنا نجي نكمل ونحط موضوع هون مثلا، بس يكون اول شيء خلينا نصغرها هاي شوي برأينا، صغرها هيك نحطها هيك ونخلي هون في هيك موضوع يكون شكله طولي بهالشكل، مثلا نحطه عند التايب تول، نجي مثلا هيك يكون بهالشكل موضوعين يكونوا طوليين بالكنترول في بهالشكل. خلينا نختار مثلا موضوع تاني، نروح على هي على جوجل. اوكي نختار مثلا هالموضوع، احنا دائما كنا نسوي مواضيع باللغة العربية، فحبيت اليوم ننوع نخليه شوي بالانجليزي مثلا، فعشان ننوع بس هذا خليه يكون بهالشكل هيك، وهذا كمان خليه يكون بهذا الشكل، يكون شكله مرصوص الكلام مرصوص راس هيك عشان يكون شكله اجمل. طلع شايفين في عندنا كلام، لا عندنا الأرقام بالعربي فحنخليها بالإنجليزي بالشكل. تمام ممكن إحنا ناخذ هذا الكلام ما هو نحطه هون هيك، عشان مثل حكيت أنا تفريغ كلام فقط أو تكميل كلام. ممكن إحنا نيجي عند أول حرف هون نكبره ونلعب فيه ونغير لونه، مثلا نخلي لونه مثلا نفس لون الباك جراوند اللي حيكون عندنا. لون الباك جراوند عندنا تقريبا حيكون لونه أزرق هيك، وراح نعطيه شوية تكبير يعني هالدرجة هيك تقريبا يعني. اوكي هيك تمام، ننزلها هي شوية لتحت. اوكي تقريبا تمام هيك. اوكي بهالشكل هلا حنجي لهون ونعطي الباك جراوند، طبعا ما حنعطيها الباك جراوند كلياتها، يعني حتكون الباك جراوند تقريبا من هون لهون، حيكون الكلام او حتكون الصفحتين متصلتين مثل ما احنا شايفين. يا حنعطيها باك جراوند او حنعطيها صورة، خلينا مبدئيا نعطيها صورة مثلا، نجي لهون نعطيها صورة شوي محترمة كبيرة تكون من هون لهون، نجي عند الاختيار تبع الصور نجي هيك ونحط هيك تقريبا لهون هيك. نختار صورة كبيرة عن باريس. نجي هون نكتب باريس، بدي الصورة تكون كبيرة. اوكي هي صورة حلوة. يلا اوكي لو داونلود تمام، نرجع ان ديزاين الكنترول دي، خلينا نجرب هالصورة نشوف كيف شكلها، هل حتكون جيدة ولا لا. أعتقد حتكون جيدة. أوه والله طلعت حلوة بهالشكل هيك، طلعت الصورة صراحة حلوة. تمام حنيجي مثلا ونضيف كمان، وحتى كمان الكواليتي تبعها الدقة تبعها يعني حلوة إلى حد ما. أنا استخدمت برنامج الفري بيك، برنامج جدا ممتاز للمصممين، ما في مصمم بيتخلى عنه، فنصيحة استخدمه. تمام فهلا
راح اجي لهونا ونكمل شوية كلام، نحط هيك مثلا نجي عند التايب تول، اختار بس ايوه، اختار مثلا شوية كلام هون عشان نملي شوية كلام بهالشكل هيك، نخلي الكلام يكون باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، الأرقام باللغة الإنجليزية، ونخليه كمان يكون مرصوص بهالشكل، وهذا نفسه نحطه تحت بهالشكل عشان كمان نملي فراغات أكثر. أوه، بلش التصميم عندنا يبين. هلا أنا حأجي وأعطي الباك جراوند، بس الباك جراوند راح أعطيه تقريبا لهون هيك، من هون هيك لهون. حنيجي لعند وين مو دايركت سيلكشن، لا وينها، ايوه الريكتانجل تول، واجي انا لعند اول الصفحه لاخرها واشد على اليمين هيك تقريبا لهون. يعني لهون الى حد ما تمام. راح اعطيه فيل بلون ازرق هيك تمام. بس مثل ما احنا شايفين، احنا نجي عند تبع اللاير، مثل ما شايفين عندنا هي تجت اول شيء اللي هي الريكتانجل، احنا بنجي ننزلها تحت بهالشكل عشان ننزلها لاخر شيء. نجي لعند التنت او الاوبسيتي ونقللها هيك تقريبا، او نخلي الاوبسيتي مثل ما هي ونغير اللون عشان اللون ما كتير عاجبني، بدي لون أفتح. خلينا نطلع لفوق شوي هيك، شوف شو الأوضاع. لا بدنا أفتح كمان، نطلع شوي كمان، بدنا يكون أزرق، ولكن أزرق فاتح يعني. لا كتير، لا ثواني شوي، أبدا مو حلو هاللون. يكون سماوي تقريبا هيك، خلوه عند السماوي شوي. اها اوكي هيك احلى، كمان سماوي اكثر، عند سماوي ابيض. اوكي هيك احلى تمام. يا ترى اذا اعطينا انه يكون الكيرف يكون تبعه فيه كيرف من فوق، وعلينا الكيرف شوي بهالشكل، شو كيف حيطلع، وشلنا الستروك لانه احنا ما بدنا ستروك نون، وننزلها هي لتحت. لا خليه عادي بدون ما يكون لتحت، ما بخليه الزوايا تكون حادة. أيوة أحلى هيك بهالشكل تمام. ولكن تقريبا هي الصورة، أو شو رأيكم نخلي الباك جراوند تكون نفس الباك جراوند اللي هي البنفسجية، حتطلع أحلى وأحلى. نيجي مثلا لهون هيك، شوف كيف حيطلع. طلعت كتير غامقة. طيب نختار اللون الغروب من فوق. اوكي هيك احلى تمام. بس لازم بهالحاله نغير هالصوره ونخليها تكون غامقه اكثر، تكون صوره غروب اكثر من هي الصوره. حنشوف صوره ثانيه. تكون صوره هيك شوي فيها غروب. اوكي هي حلوه، ألوانها شوي طافية. نشيلها هاي، نجي عند الريكتانجل تول، نشد معنا هيك. خلينا نطالعها شوي لفوق. اوكي كنترول دي، نروح عند الداونلود اللي بدي هي الصورة. يعني اوكي حلوة 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 إلى حد ما بهالشكل هيك. ممكن احنا نغير الكلام هذا، او نغير اللون ونخلي لون ابيض. لا مو الفل، بدي الكلام نفسه انا. ايوه اوكي بيطلع احلى باللون الابيض، او شو كل واحدة لون ابيض واحدة لون اسود، او التنتين لونها اسود. اوكي هيك حلو،
باريس فرنش بهالشكل هيك، نحن بنكون سوينا أول ديزاين شكله حلو صراحة، كثير حبيته يعني، تغيير ديزاين شكله حلو يعني. واحد ممكن كمان نحن نيجي لهون عند أول صفحة هاي ونقول له بدي إياك تحط لي إياها كلياتها، بدي أخلي لك إياها صورة كاملة، بس خير روح نختار صورة تكون مميزة كمان، تكون شكلها عرضي مو طولي نفس اللي قبل شوي. ثواني شوي نختار صورة مميزة شوي. أي لندن، ما خصنا بلندن نحن، خلينا ننزل تحت. أوكي نشوف هاي الصورة شلون. نرجع اللي بدي إياها كنترول دي، نجي هاي الصورة أعتقد لفت. أوكي طلع حلو صراحة. جماعة ممكن شو نكتب هون؟ باريس كمان فرنش هون باريس، هي نفسها لوك الت حط لي اياها هون، وهي نفسها الت حط لي اياها هون. اوكي متبقى. ممكن احنا نغير اللون، نخلي لون نفس لون الباك جراوند بهالشكل. نيجي لهون، بس بدي اقول له يكون لونها تقريبا هيك برتقالي، خلينا نشوف كيف حتطلع. لا ما طلعت باينة. طيب شوي شوي. شوف هاللون. اوكي هذا اللون ابيض. اوكي بهالشكل هي حنزلها تحت. ممكن كمان نخليها كلها بالكابيتال لتر باريس. اوكي طبعا الكلام راح عشان ال اوكي احلى. هون فرانس. اوكي بهالشكل. اوكي احلى واحلى لما سوينا كبت بهالشكل. هيك طلع عن باريس بهالشكل. هل ممكن نسوي ديزاين تاني عن دولة تانية مثلا بهالشكل؟ شلون شايفينها؟ انا شايف التصميم صراحة جدا جميل ممتاز، شكله الالوان فيه الوان حلوة. ممكن نحن نجي لهون ونغير هذا اللون ونخلي اللون من لون الباك جراوند البرتقالي، شوف كيف حيطلع. اوكي هيك احلى من الاسود، الاسود ما حبيته. هيك تمام بهالشكل. لو اجينا لهون كمان وقلنا له بدي كيرف للصورة، هون كمان بدي كيرف للصورة، كيف حيطلع؟ اوكي احلى بهالشكل تمام. اوكي بهالشكل نكون خلصنا اول ديزاين. صراحة ديزاين جميل رائع. نروح على الديزاين، نشوف الديزاين الثاني اللي عندنا لليوم، عن شو بيحكي. كمان حيكون نفس الشيء ديزاين عرضي، ما حيكون ديزاين طولي، فرح نسوي نفس الاعدادات اللي احنا سويناها قبل شوي، راح نكررها ونسويها هون بهالشكل. راح نسويها يعني نفس الإعدادات هي، حنغيرها فما حنغيرها ونخليها نفس ما هي بالضبط، بس ما حتكون على نفس الفكرة، ما حتكون عن دولة مثلا. خلينا نغير شوي مثلا، مثلا نقول له على نسب معينة، مثلا نقول له سوي لنا اياها على شي نسبة. هلا حنشوف شي نسب معينة. نقول له فايل، نقول له نيو فايل، اللي بعدين document. نفس الإعدادات، أول شيء اللي أوكي خلاص هي بعدين هي بريفيو 3 صفحات بالضبط، خليه بالإنجليزي والعربي، خليه بالعربي بالإنجليزي كمان. هالديزاين كمان خليه كمان بالإنجليزي
تمام. راح نقول له كرييت مثل ما هم، نقول له سنتيمتر بهالشكل، لو يكون عرضي لو كرييت مثل اللي عندنا هون، بس نجي لهون بدي اقول له سيف مثلا اكتب باريس، باريس 1 مثلا، لو اوكي تمام بهالشكل كون سيفنا اول ديزاين. نجي لهون ونقول له نيو دوكيمنت، وسوينا الدوكيمنت الثاني تبعنا، قال له اوكي. راح نجي، ما راح نحتاج نسطر لانه هو حيكون عن نسب معينة، يعني انه مثلا خلينا نختار يكون الديزاين عن الاي اي مثلا، او عن النسب الاي اي كيف كانت اول ما بلشت وكيف صارت، اللي هو الذكاء الاصطناعي. راح نروح لهون نكتب اي اي، راح يكون الكلام، حيكون الصور عندنا موحدة كلها تكون هيك لون بنفسجي هيك بهالشكل. بس خلينا نسوي شوي ثواني، صار في عندنا هون مشكلة. نرجع لهون. نكتب AI. تمام. نرجع نختار هاي الصورة. نرجع اوكي. وكمان كمان نروح على AI مثلا موضوع عن الذكاء الاصطناعي. اوكي هنختار هالموضوع، وراح يكون الديزاين شكله نفس الديزاين الماضي هون معنا، بس خلينا نكبرها شوي بهالشكل. اوكي راح يكون الديزاين تقريبا شكله نفس الشيء، بس حيكون بشكل مختلف. نيجي مثلا على اول صفحة، ممكن نختار الريكتانجل اللي بدي اياك تمليه للصفحة كلياتها بهالشكل هيك، الكنترول دي بهالشكل بالضبط. تمام. وخليها هيك بدون اي اي مثلا، بس هذا هو شكل الصفحة، هيك هو شكل شكل الكتاب بهالشكل، اول صفحة تكون هيك. هلا بنيجي لهون على الصفحة الثانية اللي تحت، ممكن نحن نجي ونختار كمان اللي بدي اياك تحط لي صورة للريكتانجل اللي من هون لهون تقريبا، هيك كل الصفحة تقريبا، اللي بدي كل الصفحة هيك، كمان أكثر من كل الصفحة بهالشكل. تمام. هلا حنروح ونجيب الصور، تكون صورة شوي هيك تكون شكلها عرضي عن الـ AI. نختار شي صورة. نختار هي الصورة، نيجي لهون الكنترول دي، كنترول دي، ايوه بهالشكل هيك. هيك حتكون، بس انا بديها تكون الالوان نفس الوان كلها نفس اللون، او لا خلاص عادي ما في مشكله، لانه هو بالماضي هذا اللون، لون الغلاف غير لون الصفحه غير لون الكتاب نفسه، فنفس الشيء هون اذا كان لون الغلاف غير لون الكتاب نفسه ما حيكون في عندنا فرق كثير، ما راح يفرق معنا. فممكن نجي لهون نحن هلا نقول له تايب تو حرف التي، نجي نكتب من هون له كنترول في، شيل هون الاسطر بهالشكل، كنترول اي بديك ترسل لي اياهم بهالشكل هيك، عنا ارقام ما عنا ارقام. تمام بهالشكل. تمام
ممكن احطها بالنص. تمام. هلا حنجي على الصفحة الثانية هون. ونكتب عن الذكاء الاصطناعي هيك. نكتب مثلا، بدي اكتب بالانجليزي نسب الذكاء الاصطناعي من 2015 إلى 2024. إلى 2025 خليها. أوكي. ممكن احنا نصغر الكلام عنه هيك، ونغير الأرقام عند اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، ونكمل. نخلي الكلام يكون بالنص. تمام. بهالشكل كمان بالنص هيك. فهلا هون راح يكون في عنا نسبة، بعدين كلام، بعدين صورة. نسبة كلام صورة. نروح عند البريش تول. لا ما في بريش تول. اوكي. نسبة كلام صورة بهالشكل. تمام. بس انا خلينا نصغر البوكس هذا شوي لهون. نصغر هلا. اول شيء راح نكتب النسبة. نجي عند التايب تول، نجي هيك نكتب الرقم. حنكتب مثلا 2015، الأول أيوة 2015. أوكي، أول شيء نكتب السنة. نجي نكتب السنة هيك، نصغرها بعدين نكبرها على راحتنا. أوكي، متخيل. نبلش من هون. طبعا الكلام حيكون عندنا بالعربي بالإنجليزي بهالشكل. ثواني شوي، الموس عم تطفي عنا. أوكي، صغرها هيك. هنجي كنترول Alt و Shift و Alt و Shift. حنغير هاي، حنخليها مثلا 20، وهون 24 أو 25. ليش 25؟ احنا أساسا لسه بال24. هنيجي لهون كمان، لول 2024. أربعة، أيوة هيك. هلا تحت حتكون في عنا مثلا، خلينا نسوي خط بهالشكل. إذا سوينا خط هيك ونقول له بدي أحكم في ستروك شوي مميز شوي هيك باللون بهالشكل هيك. تمام. نغير لونه ولا نخليه اللون الأسود؟ ما حيفرق معنا. هلا حنيجي لهون اللي هو Alt و Shift، اللي بدي حط النسبة 2015 مثلا، خلينا نحط 25%. نيجي لهون اللي هو Alt و Shift وننزل هيك. شو دخلك انت؟ امسحوا له هذا، امسح البوكس كله. تمام. نيجي لهون اللي هو Alt و Shift وننزل، ننزل هيك بهالشكل. وهون نكتب مثلا 75 أو خم أو لا ممكن 50% مثلا. وين حنكتب 90%؟
بهالشكل. ممكن نحن هون نغير شوي ال نحن أساسا حنحط لها هيك باك جراوند نفس اللي سويناها قبل شوي هون، حتكون الباك جراوند تقريبا نفس اللون هاد بهالشكل. خلينا طب خلينا قبل ما نسوي الصور قبل ما نكمل نجي عند ال الريكتانجل اللي حط لي باك جراوند هيك، كبر لي اياها فوق واعطي لي اياها فيل. وش خلينا نطلع فوق، بديها فل بلون بنفسجي الفاتح خلاص ما تفرق هيك تمام. ونجي نكبرها لهون، نجي لعند اللايرز نسكر هي نقول له حط لي اياها تحت. اخر شي بهالحالة احنا حنضطر نغير الكلام او نغير ال احرف هذول عندنا للغة لهم فاتح. لا مو هالشكل، لا ثواني، الكلام نفسه الأحرف بديها تكون فاتحة، خليها لون أبيض مثلا. أوكي ثواني شوي. أوكي هذا اللون بديها بلون أبيض، هذا كله لون وردي. اوكي هلا لون ابيض تمام. هل نيجي لهون هاي نفس الشيء لون ابيض هون، نفس الشيء لون ابيض برضه هون اللون الابيض. اوكي بهالحالة احنا حنغير الخط هاد الستروك للون كمان الابيض. وليش ما بتغير معنى هاللون اللون الابيض؟ قال إنه هو أساسا ستروك يمكن. أوكي هلا تمام، ممكن إحنا نكبره بهالشكل هيك. أوكي هلا نحن نبلش ونحط النسب والصوص. أنا حاسس هي كتير غامقة، خلينا نفتحها شوي. أوكي هيك تمام. اوكي ما انه ما كتير عاجبتني، خلينا نشيل الستروك. ما كتير متناسقة صراحة مع هالفل مع الصورة. خلينا نغيرها شوي. خلينا نجي لهون اللي بدي اياها باللون الازرق هيك. كيف طلعت هيك؟ لا طب اللون اوكي هيك تمام يعني شوي، بس خلينا ندمجها. بهالشكل تمام هيك نحن دمجناها تقريبا. لو بنيجي كمان لهون نختار نفس هذا اللون بالضبط بحيث تنتمج على الأخير تمام. هلا هون حيكون في كلام تحته صور، كلام هيك نروح نجيب الكلام من جوجل. وين كمان جوجل؟ اوكي
نجي هيك ناخذ الكلام وناخذ الموضوع بمعنى أصح، الكنترول بي كنترول في، نخلي لونه أبيض عشان يكون واضح معنا بالشكل. أوكي، أنا بدي كمان أكبر الكلام شوي، اللي بدي إياه البروبرتيز يكون مرصوص، صغر شوي الكلام. أوكي، ناخده هون كنترول شيفت، كنترول شيفت، أوتو شيفت أقصد. أوكي بهالشكل. هلا هون حيكون في عندنا تحت صور ال AI، تمام. هنجي نقول له بدي ال rectangle هيك، تمام. هلا حنروح نختار 3 صور عن ال AI بشكل مربع، نختار هاي الصورة، كون كمان نفس الشيء كلونها بنفسجي هيك، اختار هاي الصورة. نختار هاي الصورة، تمام. نيجي لهون كنترول دي، نروح لعند أول صورة حط اخترناها، لا هي الصورة نفسها، لا هي الصورة نفسها اللي ورا، حنختار نحن هون صورة تانية. أيوة اللي هو فيل، كمان هي الصورة نفسها ونفس الصورة اللي احنا اخترناها، ثواني شوي يمكن ما نزلوا معي. اوكي، ما نزلوا تمام، نزلت صورة واحدة بس. تمام، خلينا نختار صور تانية، كان نختار هاي الصورة، مو صورة بديها تكون فوتو بس انا. اوكي هلا تمام، بدي هاي الصورة انا وهي الصورة. اوكي هلا تمام، هلا بنيجي لهون، نروح عند الريكتانجل الاوكي اللي هو الكنترول دي، هاي اول صورة معنا. نيجي لهون، لا مو هي، نشيلها ونروح لعند الريكتانجل، ما حتزبط لك عنه. نيجي نقول بدي اياها هون هيك بالشكل، الكنترول دي كم صورة ثانية. نيجي عند الريكتانجل لو هيك، طلع شوي لفوق، اوكي اوكي نفس المسافة حتكون الكنترول دي. هي شو هي الصورة؟ لا مو هي الصورة، صح وين الصورة تبعتنا؟ كنترول دي، لا مو هي، خلينا نرجع ناخذ صورة ثانية. طيب هي الصورة، شو اسمها؟ تمام، نجي لهون اللي بدي صورة تانية، عادي الواحد كتير لازم تكون متأني بالصور، لأن الصور هي كتير مهمة بإنك تختارها، تختار الصور المناسبة، فعشي عادي إنك تطول إنك عم تختار صور، شي طبيعي بهالشكل. مثل ما أنا قلت لكم هيكون في شكل ونسب، هيك هذا هو قصدي بالنسب، بس الكلام هون ما كتير عاجبني، فخلينا نجي لهون نصغر الكلام، لا بدي نفس الكلام يكون هون برضه هون. بهالشكل هيك تمام تقريبا. انا حابب كمان اني امل لي فوق وتحت هيك، ما طالعة كتير، ما طالعة بشكل جيد. خليني نجي لهون
اللي بدك تملي لي كل الكلام هون، هون كله تملي لي اياه باللون اللي انا اخترت لك اياه اللي هو هذا اللون، هذا اللون. لو اوكي هنروح عند اللاير، اختار هاي اخر شي تكون. نيجي لهون نغير الكلام باللون الأبيض عشان يكون عنا واضح. أوكي نختار هون كمان كنترول A، قول له الكلام بدي إياه يكون باللون الأبيض، وهون نفس الشي الكلام بدي إياه يكون باللون الأبيض هيك. اوكي بهالشكل صار في عنا تقريبا الكلام متناسق وجميل. شو رأيكم نسوي ديزاين ثالث مع بعض بيكون كمان شكله عرضي؟ شوف شو في عنا أفكار مثلا، ولا لهون كافي مثلا؟ شو رأيكم؟ من هون كافي ولا شلون؟ ولا نخليك او ناخذ كمان ديزاين ثاني؟ انا شايف الديزاينين هذول جميلين صراحة، كفو. ناخذ كل يوم مثلا ديزاينين عشان الواحد يكون فيه، عشان الواحد افكاره تتوسع. تمام بهالشكل هيك. اوكي فمثل ما حكيت لكم لازم الواحد يكون عنده افكار جميلة في الديزاين، بحيث انه اذا العميل حكى له انا بدي الديزاين يكون شكله كذا كذا، ما يتبع كل شيء بيحكي له العميل. طبعا انت الفنان، انت المبدع، انت المصمم، انت اللي لازم يكون في عندك فكرة في التصميم. صحيح العميل هو اللي حيعطيك المبادئ اللي هو بده اياها، بس مو كل شيء هو بيحكي لك اياه المفروض انت تسويه. ليه؟ لانه هو ما بيعرف كل اساسيات التصميم، انت بتعرفها، انت بتعرف الالوان اللي ممكن تنسجم مع التصميم تبعه، تعرف الاحجام من النصوص اللي ممكن تنسجم مع التصميم تبعه. ممكن هو يحكي لك كبر لي اللوجو اللي انا اللوجو تبعي كبر لي شوي، بس انه انت بدك تحكي له ان اللوجو مثلا ما بصير يتكبر عشان التناسق النظري، ما بصير اللوجو يكون كبير بهالدرجة وباقي الكلام يكون اصغر، لازم كل شيء يكون متناسق. فانت المبدع، انت الفنان، انت اللي لازم تعطي تفرض رأيك على العميل، تفرض رأيك بشكل يكون واقعي، بشكل يكون يعني انه شيء واقعي، شيء اذا سمعه يقول صحيح كلامك صحيح. ما تفرض رأيك بشكل انه بس انا بدي افرض رأيي، لا افرض رأيك بشكل انك تكون انت يعني تعطيه المشكلة وتعطيه حلها للمشكلة، مو بس تعطيه المشكلة وتحكي له ما بتصير، لا اعطيه حلها علشان هو يقتنع، علشان انت لما هو ياخذ التصميم اللي هو سواه او اللي انت سويته اقصد ويوريه للعالم، العالم لازم تحكي مين المصمم اللي سوى لك اياه عشان نحن نروح لهالمصمم. ما بدك العالم تقول مين المصمم اللي ما بيفهم اللي سوى لك هالتصميم. طبعا انت ما راح تحكي، ما بدك هيك، لا طبعا انت بدك الناس تمدح من شغلك. فإذا بدك العالم تمدح من شغلك ما لازم تسمع الكلام العميل بنسبة 100% إلا إذا كان كلامه صحيح وكلامك أنت الغلط. إذا كلامك أنت الغلط اوكي هون ممكن تسمع كلام العميل. كيف ممكن تعرف اذا كلامك غلط ولا صح؟ ممكن تسأل الناس المصممين اصحابك، اذا انت عندك ناس مصممين اصحاب مثلا، او ممكن تسأل مثلا اذا كنتوا شركة تسأل مديرك. بهالشكل تاخذ افكار، يعني الواحد عادي ممكن يغلط ما في مشكلة ابدا، بس الواحد الغلط تبعه ممكن انه هو يستمر عليه. فانت شوف التصميم اللي بيعجبك وانت سويه، بعدين اعطيه للعميل وغيره على كيفك. فهي النصيحة بس حبيت اني اعطيكم اياها. فبهالشكل تقريبا نكون نحن خلصنا درسنا لليوم، سوينا ديزاينين جميلين. خلينا بس نشيل التول هذول، سوينا ديزاين تبع فرنسا جدا كان شكله مميز بهالشكل، كان ألوانه متناسقة مثل احنا شايفين كيف الألوان متناسقة. أخذت ألوان الكلام النص هاد من نفس الباك جراوند اللي عنا، بحيث إنه مثل شوي كانت هون أبيض وأسود، فأول شي كانت سودة فما حبيتها، حطيتها أبيض وأسود طلعت مقبولة. بس لما أجيت خليت وحدة تكون نفس اللون هاي، نفس اللون الصورة، طلعت أجمل وأجمل بهالشكل.
لون الوردي متناسق مع اللون الأبيض، كذلك مع اللون الغامق شوي، يعني مو غامق كثير. مثل ما شايفين أنا كل شيء ألوان أخذتها من هون، فأنت حاول كل شيء ألوان ما تأخذها من رأسك، خذها من رأيك أنت، خذها من التصميم نفسه. تمام. تمام، يكون انتهى إن شاء الله تصميم الفيديو تبعنا أو الشرح تبعنا لهون، فأكون استفدته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.